يا ولد يا ولد. كان إدارة إدارة، أنا بس أدني يقول كلمي بيكم. هذا اللي قرر ظهري. قال تعال إدارة إدارة. شاف مني إدارة يبي يطلع الجوال، عطني رقم أبوك حافظه. لا انا حافظه جدا. انا اسمي جدا طلع عندي في الملف. قلت يا ولد والله من حافظه ما بطلع من الصدمه. بس بعد ما ادري اجحد يا ولد على المبي يا ولد. المشكله كل شيء اهم شيء يرضخني من البيت. اسمع تعرفون انا اقول لك صدق اسوي نفسي اني كنت تركنا واحد يا اخي ليش انزل قلبي يطلع وجهه قد يدور كلمه دي بانكم. طيب خلاص ونور خلاص قلت تركت مرات يا رجع يضمن بقوه سيطه قسم بالله. هي الحين غدت بسيطه ما فيها مكالمه بسيطه بس اني ويش ونزل احاول فيه انه يخصمها 5-5 كان هو خلاص قلت علشان تثبت على اضر. قلت اعطاني اعطاني خصم 1000 ترحيل برايم. انكم راح ولا ما متاكد انكم راح تبقوا فيه ولا هو دار راح بس ما علمناه يا ما علمناه. قال خصم 1000 ترحيل برايم. لا امزح كمل لك احسن. ايوه قاعد 10 10 10 10 5 5 لا حطها 7 7 وزانه طيبه بس مرتين اقدر اضرب وتشطف قبلها. طيب مشينا الوكاد يضربنا 4 يا يلا الصف على المدرس. المدرس مجيناه وقفنا عند انت خابر المدرسين كم دارس يوكل كانت صبوره وجهك وراك رابع رجلك يا وانا عادي شوف عادي لا شيء انا احاول فيهم علشان ما اجي اكبر من كذا. عقب الشيخ خلاه احنا نقوف وجينا صوب الطلاب لين انتهت الحصه. رجل رجل على جدار رجل كذا حركاتها يوم خلصت ودينا والله يا المحل ذاك ما عاد اجي. توبه من البوفيه توبه من ما عرفت البوفيه كم مره تسوي البوفيه. اسمع حتى الطلعه ما عاد اجي البوفيه اجيها العصر المغرب الى فضيت ايام المدرسه وقت المدرسه ممنوع كت كت هاي حاب المدرس عندنا يحط القلم هنا الى احد من الطلاب سواش يحط القلم هنا ثم يرص يديه على